شنو بالكم في ويندوز 11 وشنو بالكم الى يكون عندكم بطريقه قانونيه بلي زابديت ولي زونتي فيروس ويبقى لك ديما وهادشي كامل غير ب 16 دولار فابقوا معنا باش تعرف على الطريقه كيفاش. سيادنا السلام عليكم، معكم لوريكين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وقبل ما نتعرفوا على كيفاش تحصل على ويندوز 11 بغيناكم تشجعونا بواحد الاشتراك وتفعيل الجرس، غادي يكون مفيد للقناه. وكاين واحد الجيف واي كنتسناكم في اخر الفيديو فما تزابيوش. كيف ما كتعرفوا ان ويندوز 11 دابا يخرج وغادي يكون واحد النقله واعره من ناحيه الاداء ومن ناحيه المظهر، ولكن خلينا بعدا نتعرفوا على متطلبات هذا النظام الجديد قبل ما يكون عندك. داكشي علاش اول حاجه غادي نمشيو نشوفوها اللي هي لا كونفيغوراسيون روكيز، واول حاجه كندويو عليها هو البروسيسور، خاص يكون في اون موا 1 جيجا هرتز في لا فيتاس ويكون ديو. ثاني حاجه هي لا ميموار او لا رام، خاصها اون موا تكون عندك 4 جيجا في لا رام. بالنسبه للستوكاج خاص يكون عندك اوما واحد 64 جيجا باش انستالي ويندوز ديالو. وكاين واحد الحاجه مهمه اللي هي التي بي ام، هذه غادي تخلق لك مشكل الا ما اكتيفيتيهاش باش دوز ويندوز 11. غادي نوريكم كيفاش تاكتيفيوها في الاخر ديال الفيديو فاش نبغيو انستالي ويندوز 11. بالنسبه لاكارت غرافيك خاصها تكون عندك اكومباتيبل مع الديريكت اكس 12. اما بالنسبه لافيشاج او للمونيتور، اي مونيتور دير ليه راه خدام لك، هما دايرين لك كاع الاش دي وراه قادي الغرض. ومعلومه تخصك لا كونيكسيون باش دوز ديال الابغريد من ويندوز 10 لويندوز 11. والخبر زوين ان مايكروسوفت علنات باللي اللي عنده ويندوز 10 يعني قانوني ما مكراكي ما والو يقدر يدوز لويندوز 11 عن طريق ويندوز ابديت. شريطه يكون عنده هاد لي كونفيغوراسيون مينيمال اللي دوينا عليهم. وداكشي اللي غادي نمشيو نديرو دابا، غادي نمشيو نشريو ويندوز 10 باش يوصلنا ويندوز 11 عن طريق الابغريد بثمن ويندوز 10. كيجيتكم داكشي علاش غادي نمشيو لموقع سي دي كي ديز، وهو سبونسور هاد الحلقه وكنشكرو على الثقه ديالو. هاد السيت هذا تلقى فيه مجموعه ديال الالعاب الاخرى وعلى عده منصات، مثلا تلقى ستيم، اوريجين، يو بلاي، حتى البلاي ستيشن، بي سي، وحتى لي جيفت كارد. ودابا غادي نوريكم كيفاش تحصل على ويندوز 10 برو. غادي تمشي لفوق بلاست سيرش وغادي تكتب ويندوز 10 برو، وغادي تلقى مجموعه ديال لي ويندوز باثمنه مختلفه. فعلى سبيل المثال كاينه الفيرسيون او ام وكاينه لا فيرسيون ريتيل. شنو الفرق بيناتهم؟ لا فيرسيون او ام كتانستالا في بي سي واحد، لا فيرسيون ريتيل هذه كتانستالا من بي سي لواحد اخر اللي كنتي غادي تبدلو، ولكن ما كتانستالاش في بي سيات كاملين دقه واحده. ياك متفقين في هذه؟ اوكي. بما ان هاد لا فيرسيون او ام كتانستالا في المادر بورد، وهذه اوفر زوينه بالنسبه للناس اللي كيبدلوا بي سيات من 4 سنين حتى 6 سنين، وهي دايره غير 20 دولار، ولكن كاينه واحد لا روميز ديال 25%، فبقى معنا باش تستافد منها. داكشي علاش غادي نختاروا لا فيرسيون او ام حيت بثمن مناسب. وعاد فاش غادي نزيدوا هذيك لا روميز يعني غادي تقاس اكثر. غادي دينا لاباج ديال لوفر وغادي نكليكيو على باي ناو. غادي ديك لاباج ديال الطلب، كيف ما كتلاحظوا ان الثمن ديالو هو 20 دولار، ولكن بالبروموشن كود اللي غادي نعطيك غادي تستافد من 25%. ما عليك الا باش تكتبوا في خانه البروموشن كود اللي هو LM20 وتكليك على ابلاي، وهذا الثمن ولا غير اقل من 16 دولار. على تقول ما غاديش فيكم اقل على الخير. من بعد كليك على سيبميت اوردر، غادي ديك لاباج ديال الخلاص، غادي تختار اللي كتناسبك. كاينه باي بال، كاينه كونت بونكير، غير ولا خديتي مثلا ديال لي كونت بونكير غادي تزادك شويه ديال الرسوميات. فمن الاحسن انا غادي نختار الباي بال وغادي نكليكي على باي ناو. من بعد ما غادي يقبلوا الخلاص ديالك غادي تدوز لاباج يوزر سنتر باش يوصلك المفتاح ديال ويندوز. من بعد واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه غادي يوصلك واحد الميل بانك توصلتي بالمفتاح ديال ويندوز، وغادي تمشي تكليكي على فيو كيز، وهو الكود غادي تلقاه كيتسناك باش دير لي كوبي. من بعد غتمشي لويندوز وغتمشي بلاست سيرش وغادي تكتب اكتيفيت ويندوز. من بعد غادي تكليكي على موديفي لا كلي دو برودوي، غادي تمشي هاد الخانه هادي وغادي تكليكي على كولي. من بعد غادي تكليكي على سويفون، من بعد غادي تكليكي على اكتيفيت. ودابا هو كي انستالي في لاكلي ديال ويندوز القانونيه. ملاحظه خصك ضروري ما تكون كونيكتي بالانترنت. وها هو مبروك عليك ويندوز انستالي عليك في البي سي بشكل قانوني، وغادي تستافد بزاف د المزايا من ليزاجور، لي زونتي فيروس، وحتى الابغريد لويندوز 11. صافي حنا دابا ولينا قانونيين، صافي نحيدو هادشي فيرمي. ودابا غادي نوريكم كيفاش تانستالي ويندوز 11. اول حاجه خاصك تانستالي واحد اللوجيسيال ديالهم، انا نخليه لكم في لا ديسكريبسيون، اللي هو كونترول دينتيكيتي دو بي سي. من بعد ما تانستالي غادي تحل لك بحال هكا، وهو اللي غادي يوريك شنو اللي ناقصك في البي سي ولا شنو اللي خاصك باش دوز لويندوز 11.
كتكليكي على هاد فيريفي مانتنون. بالنسبه للبي سي ديالي راه مقبول بعيني مغمضين، ولكن الا كان عندك نتايا البي سي وبغيتي تعرف شنو هما اللي حوايج اللي ناقصينك اولا اللي خاصهم يتبدلوا، كتكليكي على افيشي لي ريزولطا. ها هو مثلا البي سي كي كوريسبوندون هاد تي بي ام انا دابا غنوريه لكم. بالنسبه للبروسيسور الي اوكي، لا رام، شوف هادشي كامل مزيان بالنسبه لي عندكم. بالنسبه لك انت ملي غادي تبغي تدوز لويندوز 11 غادي تلقى هاد المشكل ديال تي بي ام 2.0، هذا غادي يخلق لك مشكل، غتلقى فيه ايرور بانه هاد البي سي ما يقدرش يدوز ويندوز 11 بسبب هاد تي بي ام 2. وانا دابا غادي نوريك كيفاش تاكتيفي تي بي ام 2 باش يتحيد هاد ليغور وتقدر تنتقل لويندوز 11. هاد الطريقه اللي غادي نوريكم حيت انا عندي ام دي، دونك صالح الناس اللي عندهم ام دي سي بي يو ديال ام دي. بالنسبه للناس اللي عندهم انتل فراه نفس السميه، خاصك غير تقلب عليها في البيوس وتاكتيفيها. اول حاجه خاصك دير هو انك ترو ديماري بي سي وتدخل بلاصه ديال بيوس. دابا قدامي البيوس هي كنشوف فيها، كنمشي ديما نختار مثلا المود ادفانسد، غتمشي للاس سيتينغ، من بعد غتمشي للسيكوريتي وتقلب على تراستد كومبيوتين. هاد تراستد كومبيوتين غاد هاد القضيه ديال security device support غادي تردها enable. AMDF TPM switch ها هي ماشي disable، كتخليها enable. ودابا كيف ما كتلاحظوا ان AMD CPU F TPM ولات activated. من بعد كتخرج كدير F10 كدير yes باش تسوفغاردي. من بعد PC كيطرو ديمارا اوتوماتيك. صافي ملي غادي تشعل PC غادي تعاود تحل داك لوجيسيال وغتلقى بان هذاك المشكل ما بقاش عندك والPC ديالك ولا قابل باش يدوز الويندوز 11. وباش اكد غادي تمشي لويندوز 8، تقدر تقلب عليها غير من سيرش ويندوز اي ريشيرش دي ميزاجور، تكليكي عليها هنا غادي يطلع لك توت لي زانفورماسيون. وين فوا غادي يوجدوا لك ويندوز 11 على حساب البي سي ديالك، غادي يصيفطوه لك هنايا باش دير ليه الابجريد. كاينه طريقه انك تيليشارجي ديريكتومون بلا ما تسنى ويندوز ابديت يصيفط لك الابجريد لويندوز 11، وكتمشي لو سيت ديالهم ومن بعد كتيليشارجي وغادي تلقى 3 ميثود باش تانستالي ويندوز 11. الوغ ميثود الاولى هي لاسيستون ديال انستالاسيون ديال ويندوز 11، ساهله مالك، كتيليشارجي هذاك لوجيسيال وكتبقى متبعو حتى كيانستالي لك ويندوز 11. كاينه عاوتاني كتيليشارجي فهمتي فورما اي اس او، تقدر ديرو حتى في ليكلي يو اس بي وتيلي زعما تانستالي كيف ما موالف كتانستالي لي ويندوز. المهم هادو هما لي ميثود اللي كاينين، ولكن اسهل وحده الا كنتي باغي ديرها هي الاولى ديال لاسيستون انستالاسيون، سهله كتبقى عاد دير سويفون وداكشي كتبع داكشي ديالو، من بعد هو كيبقى يترو ديمارا ومن بعد كتاستالي ويندوز 11 ديالك ترونكيل. غير هو الناس ديال ويندوز كيقولوا لك بان من الاحسن تسنى ويندوز ابديت هو اللي يصيفط لك الابجريد لويندوز 11 باش ما تبقاش في المشاكل ديال الانستالاسيون ديال لي بيلوت سورتو، ويطلع لك ويندوز 11 بلا مشاكل. وداكشي اللي غندير حتى انا ما غاديش انستاليه دابايا، غادي نخليه حتى يصيفطوا ليا الابجريد ويندوز 11 باش يتانستالا حقو طريق. المهم هذه هي الطريقه كيفاش انستالي ويندوز 11، وكيبقى هادشي اختيار ديالك، اما تانستاليه دابا ولا تسنى لاستالاسيون ديالك انت او الشوا ديالك. الاهم حاجه ان عندك ويندوز 10 برو طريقه قانونيه، ولا بغيتي تدوز ديك الساعه ويندوز 11 كيبقى لو شوا ديالك. كيف ما لاحظتوا بان الطريقه جد سهله وموثوقه وما كتاخذش لكم الوقت باش يولي عندك حتى انت ويندوز قانوني، والهم من هادشي كامل انه بثمن جد مناسب بهذاك بروموشن كود اللي عطيتكم. جميع المعلومات غادي تلقاوها في لا ديسكريبسيون، ليا باش تشري ويندوز 10 برو وحتى البروموشن كود ديال لا غوميز 25% من موقع سيدي كيديز. وكيف ما وعدتكم في اول فيديو، كاين واحد الجيف واي اللي غادي يكون عباره عن مفاتيح ديال ويندوز 10 برو اوريجينال لخمسه فائزين لمتابعي قناه لوريكي محمد. طريقه المشاركه سهله، اول حاجه غادي تدوز الحساب ديالي انستغرام اللي هو لوريكي محمد، وغادي تلايك البوست ديال المسابقه، غتكتب في التعليق هاشتاغ لوريكي، وغادي تطاقي ثلاثه من صحابك باش تشارك في القرعه وتكون من المحظوظين. كاين واحد التحذير، الا ما احترمتيش هاد الشروط هادو فراه الروبو ما غاديش يعزلك مع المشاركين. اللهم اني بلغت، حيت غادي نربحوا خمسه منكم، فما كرهناش ان هذا الفيديو هذا يوصل ل 5000 لايك باش تشجعونا، ومره مره بحال هكا ندير لكم لي كيف وي. صافي هادو هما الشروط، ومعلوم غادي نديروا لايف على القناه يوتيوب باش تكون الشفافيه، ونشوفوا هذا اللايف حتى هو كي غادي يدوز. واللي غتجي فيه القرعه غادي ندوي معاه في ميساج بريفي في انستغرام، ولما ما جاوبتينيش في 30 ثانيه غادي تكون خسرتي، وغادي نعاود تيغاجو الصوغ باش تكون متبع اللايف وتكون متابعي محمد لوريكي وتستاهل وماشي فوقونت. الاعلان على الفائزين غادي يكون نهار 31 اكتوبر، ولكن الى وصلتوا ل 5000 لايك في هذا الفيديو، سينو راه ما كاين لا جيف واي لا والو، وغادي نلغي انا هذه المسابقه. هاكا نضحك معاكم، لعبت لكم على الوتر. سو بلا ما نزيد نطول عليكم، كيف العاده تهلاو في روسكم و